أنا بعتقد أنه لو حدث توافق على مسألة المجلس الرئاسي بين القوى السياسية الرئيسية والشباب، أعتقد أنه هذا هو الخيار اللي لم يكن الأفضل فهو الأقل سوءا، وهو أفضل من إجراء الانتخابات الإعادة، وهذا قانوني لأنه هذه الانتخابات في النهاية مطعون فيها، مطعون عليها قبل أن تبدأ، في مرشح سيصدر حكم في دستورية أو عدم دستورية قانون يتعلق به، وبالتالي أنت بتعمل انتخابات وهتعمل جولة إعادة في مهب الريح. تمام. إذا افترضنا أنه الأمر سيأخذ بجدية في المحكمة الدستورية، وبالتالي أنه أنت تستطيع إذا بإرادة سياسية، يعني لو في توافق بين الأحزاب والقوى السياسية وفي تفاهم مع المجلس العسكري على هذا، أعتقد أنه يمكن إيجاد مخرج قانوني ملائم لمسألة المجلس الرئاسي، و يعني رغم كل ما يمكن أن يقال حول هذا المجلس، لكن أنا بعتقد أنه مثل هذا المجلس يمثل الأقل سوءا، الأقل سوءا لأنه حيرضي أغلب عدد كبير جدا، أغلبية كبيرة في المجتمع، أغلبية الناخبين، وفي نفس الوقت حيجنبنا مخاطر أن أنت تعمل انتخابات وتطلع انتخابات لا قيمة لها إذا صدر حكم بدستورية التعديل بتاع قانون المباشر للحقوق السياسية، أو إذا حتى أجريت الانتخابات وفاز أحد المرشحين وهما المرشحان اللذان لكل منهما أكبر قدر من الخصومات في الحياة السياسية، وبالتالي كل منهما سيأتي وفي مواجهته قوى تنتظره متربصة به وتريد أن تفشله منذ اللحظة الأولى. تمام. وبالتالي الكلام عن انه في انه هيبقى في استقرار، ده انا اعتقد ده كلام وهمي في الانتخابات. طيب. انما مجلس رئاسي يجمع الاطراف جايبين مع 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 مع, مع, مع بعض 65 او 70% من الاصوات، صوت الناخبين، يبقى كلام منطقي، اعتقد انه او طيب. اكثر شرعيه يعني. طيب دكتور احمد، المجلس الرئاسي يعني احنا سامعين كلامه انه ده كلام منطقي في اغلبيه، من شويه طلع بيان من حزب الوفد، بس عايز اقوله لك قبل ما نبتدي ان حزب الوفد بيقول انه المفاوضات الطويله